والمشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة شروق عماد. إليك شروق. أهلا محمد، أهلا إيمان، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتعمير شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين. وأضاف أمنة خلال زيارته لمركز ومدينة الشيخ زويد أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية في مجالي التكرير والبتروكيماويات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بالتوازي مع خفض انبعاثات الكربون في أنشطة القطاع المختلفة. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لوفد من شركة وورلي بارسونز العالمية للاستشارات الهندسية، حيث تم بحث معدلات تقدم الأعمال بمشروع مجمع لإنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ومشروع تطوير مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس. أعلن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم شركة تسويات لخدمات التقاص برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه لإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة. وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 119 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تحولت مكاسب النفط للخسارة خلال الجلسة بعد أن صعد مبكرا بفعل توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 88% لتصل إلى 76.27 دولار للبرميل، كما انخفضت أيضا العقود
العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 58% مسجلة 72.25 دولار للبرميل. تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 48% لتصل إلى 2.34 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.15% لتسجل 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية حيث وجد المستثمرون مؤشرات إيجابية من اتفاق مبدئي توصل إليه نواب أمريكيون بشأن رفع سقف الدين وتجنب العجز عن السداد. وصعد المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو بنسبة 4%، وجاء قطاع البنوك في التكتل من بين أبرز الرابحين. وقفزت أسهم SBB بنسبة 6.2% بعد أن قالت المجموعة العقارية السويدية إنها ستوسع نطاق مراجعة استراتيجية جارية، وإن الخيارات قد تشمل بيع الشركة أو وحدات منها أو أصول. وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي القياسي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو من عام 1990، مدفوعا بتفاؤل حول اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي وبتراجع الين. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%، لكنه أخفق في الوصول لأعلى مستوى له في 33 عاما، والذي سجل الأسبوع الماضي في تلك الأثناء. هبطت العملة اليابانية إلى 141 ين مقابل الدولار لأول مرة في 6 أشهر، وهو ما يعزز إيرادات المصدرين اليابانيين. شكرا لكم مشاهدينا، وعودة من جديد إليكم محمد وإيمان. شكرا لك شروق.